سجال عليك عشقك وموت موت موت فيك. شهدت عروس البحر الأحمر حفل غنائي كبير لفنانة العرب أحلام، واللي قدمت ليلة استثنائية حتى ساعات الصباح الأولى والمدة 5 ساعات متواصلة. تفاعل ملفت من جمهور فنانة العرب اللي وصل عددهم 6,000 متفرج على مسرح بنشمارك بجدة. رحبت الفنانة أحلام بتواجد نجمة سعودي آيدل همس فكري ودعتها لغناء دويتو على المسرح. أحلام قدمت ليلة طربية خلدتها في الذاكرة بأعمالها الكلاسيكية. لأخبار 24 نشمي القحطاني جدة.